لا انا ما عندي جزيره امشي فيها. انا بحر قدامي ما في شيء. والله بحر. انت قاعد تقرا غلط. لحظه لحظه لحظه، في جزيره عندي، خلنا اسيرها بتشوف كم الكورد مالي بيستوي. اوكي خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف. غرقت. زين خلنا نشوف. اوكي ناس مشغله نار يا ريال. خيبه جاينت سنيك قاعد يهجم عليه في نص البحر. اي هيت سنيكس. وين السنيك اللي قاعد يهجم عليه؟ اح جرين. لا لا انا ما بضرب السنيك، ما بضرب السنيك. اذا دقيت ال تسوي فوكس تارجت. يا حبيبي يا السنيك والله امزح والله امزح، بس مش قادر. حي الصوت العذب الحلو. ايه اهلين وسهلين. هلا محمد جيم جيم. هلا حمود. اوه انت تتكلم احمد ادري، بس انا دخلت عملي غصب. ما علي ما علي ما علي. شو اللعبه اوكي ولا مو اوكي؟ انت اوكي حبيبي، ما في شيء ثاني في الدنيا غيرك. والله حمود اللعبه سوالفك يعني. نفس سوالفك. تبى تكون بروفيشنال اي والله حمود اهلين وسهلين. حمود بيكون برو والله، برو مود بيروح. ليش؟ بس جرافيك مالها حلو ترى وايد. مش قادر نحصل بعض ما ادري ليش. زين دقيقه الحين دام اني وصلت على جزيره حيز اشوف ستريم الخليل. زين حمود انت المنقذ. حمود الحين بفتح الموب. زين الحين كم انا؟ 51 احمد على طول تحرك 51. انت كنت تتحرك في اللونج مش في اللونج اتيتيود، فانت كنت تتحرك في اللاتيتيود عشان شي ما يتغير عندك. انت لا كم لا يتغير بس بطيء. انت كم قلت لي نسيت؟ 56. الحين 55 توني 55. انا كم كنت؟ خلنا نتحرك. هذا يحرك اللاتيتيود. اوكي هذا اللاتيتيود راح يكون اذا بروح 40 لازم اروح على اتجاه، بروح 40 بعدين بلف على 55. اوكي هاي تقريبا نفس ارك. هاي اللعبه اسمها جديده نازله اسمها اطلس، شركه ارك مسوينها يا احمد. اسمها اطلس لعبه نفس سرفايفل. نفس المشيه صح. زين انا الحين لا هاي لعبه عبود. عبود على طول نقدها، اول شيء نقدها عقب اسبوعين بيلعبها. زين الحين ابو اركب هني، ابو انط. لحظه استوي انط وانا ماسك الكومباس، اهم شيء ما اطيح. زين تشوف اذا نسير على خطوط العرض والطول معناه انا لازم اتحرك بهذا الاتجاه. تعرف وين لازم اتحرك احمد؟ اي والله احمد ساوث بالضبط بيجيلك. انت صح تصدق يا اخي. ليش احس جرافيك مالها زباله؟ مرحبتين اهلا وسهلا مستر ببجي. جرافيك مالها شو زباله؟ ما ادري انا حسيته حلو والله. ما ادري ولا يمكن انت متعود على ارك. ارك كم سنه الحين جالسين يسوونها، يسوي لها ابديت. هاي شكلها بتكون نفس شو اسمه، هاي شو اسمه دارك نايت، شو اسمه دارك لايت. بطلع اسمها. لا لا بتكون سيرفايفل. لا ما فاتك شيء، بعدك في الجزء الملل. يبالي ساعه ونص حصل اربعه. زين بوك الموج احمد، مستحيل اسبح في الموج. بوك اح اح. سيرفنج انا جاي انك احمد. يا حبيبي انت كم 54؟ اي 54 51 يا ريال.
السؤال انت نفس السيرفر ولا ايه ما في غير اربع سيرفرات خل اوني بغوص من تحت الموجة لحظة وابوك هاي مش ارك هاي نفس اللي مسوين ارك مسوين اللعبة اسمها اطلس اطلس احمد بغرق سبتك بموت غريق ما جربت اقول لك حمود اي سويت ما يستيد لا تسوي رسبون ما ادري وين الراندوم ما اعرف شو زي خلها تدخل الموب لحظة لحظة يا اسبح مطلع الموب البوصلة وانا اسبح كيف يسبح هذا هي تقدر تقول ارك جديدة اخ عذبة انت كالطفولتي الصباح الجميلي والله ماشي الحين قاعدين قابضين خط السعودية ماشي شكله صباح صباح سباحة ايه خط السعودية بعد ما في فص اوتو ووك تعرف احمد اول اولموست 52 انا انت انا 54 بنسبحتي ساعة ورد بس انا في نص البحر احمد تراني ها ما اعرف وين ساير قمت اضرب الموج بكوس ان شاء الله ما يخلص ما عليك عادي عادي بتحصل بتحصل يزيره يا احمد هي بحصل حبوب وكل موج اللي جايتني ها بتردني ريوس شو اسم اللي يزيره اصلا يوم الدق ام تسوي زوم يشتري تسوي زوم لفت كليك ميستري اوف ذا فور في شوكلاند ايلاند ستوكلاند ايلاند ميستري وكل واحد شكل يزيره لا لا انا غير يزيره الثانيه قمت تشوف على الموب شوكلاند قريب ستوكلاند قريبه منك لا بس اشوف جزيره واحده اللي انا فيها انا اشوف جزيرتين لان اسوي لي سبان مكان غير عرفت ولا انا اظني كنت بكون عندك يلا يلا انا قريب 52 والله ما تمشي بس يعني 3000 كيلو يخرب بيته تخيل في واحد يسبح تي ريس بالطريقة هاي صدقا ريل لايف مش طبيعي الصراحة يو يا الكوفي محلاه حد يبقى كوفي يا سلام ايه حسيت في الموضوع انا سويت لك كوفي يبالي شغل اغاني محمد عبدي كوبي رايت بيلعننا ما له ما له 38.5 بس 51.5 51 هم ما يتجدم ليش لحظة لو امشي اللونجو تديو شوي بالطريقة هاي امشي بالضبط بالطريقة هاي اللي يتحرك هذا قام ينقص شوية اذا حركته بالطريقة هاي عم سوي شبرية يعني اللي بيرقد مسكين اه احمد انت طالع لك شيء اخضر على البوصله يوم حطيت الكورج مالي ايه اظني هذا يوديك الفورتيتيود اصلا ظنك اظني هذا يوديك الكورج مالك لان تشوف الحين اذا اروح على الاخضر سيده يرتفعون الاثنين بس بعيد ترى بعيد بعيد مكبر الموب يا ريال يخرب بيته ست ساعات سباحة شو لا الكوردينيشن الأخضر مال شيء ثاني سويت ريموف ماركر بعد الأخضر موجود والله سويت لها ريموف بعد موجود
انا جاي انك والله سيده، بس 51 ما يتغير السالفه. ما لا اقول لك يطول يا ما يتغير صعب. انا وين وصلت يا ريال؟ وصلت اخر الدنيا تعرف. غريبة، مع اني متأكد من المكان اللي سويت فيه سبون انا اول مرة. تعرف 1.44 لازم اعدل سيتنج. هذا كيف يلعبون هالشي؟ مسوي رافت ومسوي مدري شو. نحن المشكلة الصغيرة اللي عندنا مش قادرين نوصل لبعض. insufficient stamina to jump. أنا قاعد أغرق، قاعد أغرق، مو بقادر يسبح. الموي قام ينزل لي، ينزل لي. هلا بشير، اقول لك انا بموت احمد، ما عندي استمنة. في قرش ومطرقة. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، يا ربي انني ذاهب فيها. خلني اغرق، خلاص تعبت. رد زي مرة ثانية وبنصير مكان ثاني عادي. لحظة خلي تشوف شو الاوبشن مال سبون. اوكي، ما فيها طريقة اذبح عمري. سلاش كل يمكن، سلاش كل. تعال من المنيو مرة ثانية. ايه من مينيو، لحظة خلنا نطلع اكزت من مينيو. زين جوين نيو اطلس بي في اي ايو بي في اي صح، ويلز راث تبع. زين صح ولا لا؟ لا لا ما كان اسمه ويلز كرافت. عيل ذا هايدرا يعني ان ايه هذاك نورث امريكا. اصبر اتس لودينج فور مي. بي في اي سوري بي في اي ذا سيرن سكول. بي في اي صح؟ اي هذا ذا سيرن سكول. ذا سيرن سكول السلام عليكم. ايوه هذا هو. وعليكم السلام ورحمه الله. زين سلكت هذا الوورد، هذا اوكي احمد؟ ذا سيرن هي هو ذا سيرن. يلا سلكت وورد زد. زين انا كنت داق اخر مره ال 11، وين تبغى ندق هالمره؟ نفس الشيء ال 11. ال 11 انزين الشباب قاعد تلعبون اطلس انتم. ايه ايه وبس تونا مره تونا داخلي. شلون بعدل التصوير الجرافكس ماله؟ من السيتنج عدلناه مش من انفيديا. حطيت 1900 ومدري كم اخر شيء يعني ما ضبط ملقلق يعني. اقول لك احمد ردني على نفس الهيرو مالي. ها حتى انا خليل حطه ميديوم جرافيك كواليتي يا ريدكس. حطه ميديوم. ريسبون هوم ريجن. لحظه خلنا نشوف وين بيطلع لنا مشكله. ايه نزله انا ميديوم. مشكلة يا جماعه مش قادر نحصل بعض. ايه اعطانا ديسكفر نيو ايلاند الوسخ. منو اللي دش؟ لحظه سعود. لا اللي دخل سعود ولا منو؟ ما اعرف. ايه سعود. اوه سعود يا تسوي ستريم ولا تعرف شو بقول لك صح؟ ايه وياك وياك. هذا هو نفسه. ها
الحين كم اعطاك كوردينيشنز؟ 55-41. الحين المكان وين انت كنت بالضبط؟ اسم الماب مالك هذا يو فولفات ايلاند صح؟ الحين انا 55.81. سعود ايوه اوفيشال سيرفر سويه اذا تبي تي في. انا سعود مش يعني طلع طلع اوكي 55 بعدين 55.6-41. اجين عطني الاتيتيود مالك. الاتيتيود هذا الجي بي اس الكورت 55.8. اشوف واحد قدامي 55. انا 0.6 يعني المفروض وايد قريب. اوكي انا 0.8 55.8 واللاتيتيود كم؟ 40.26. ماركرز نيم بي ام ايزر واتيفر. لا تعالها مشي ما بيعطيك كوردينيشن ما منه فايده الكورد. زين خلينا نخبي الموب. زي خلنا نشوف وين بيبنا 56.8 55. أحبا الحين وين أسير؟ أسير إيست عشان يزيد هذا صح؟ لازم أركض بالعكس عشان يزيد. كيف تي؟ أوكي أنا بالعكس. لا تقول علقت. لا تقول تحت مكان علقت شكله تصدق؟ تقلت عند اللعبة يا أخي. إيه مقلت شيء. أوكي. أطلع من المكان يرد يدخلني في المكان. معلق. ما أقدر أطلع. يسوي لي سيرف على المكان. انا مقلت عندي بالقوة ترى. حتى يوم اطلع يرد نفسه. لا مقلتش يطلعني نفسه. وايد وايد مقلتش. طلعت انا عندي يوم طلعت يرجعني داخل الحيوان. ما مداها اللعبة تقلت يا ريا. لا هي ملقلقة وايد. اوكي نايس. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوكي انا الحين على 50.8. ها حبيبي ابي احد يعلمنا اللعبه ترى تو ما ادري شنو سعود. والله تو داشين ما نعرف. ادخل تعلم ويانا بس سوي نفس سيرفر ما نعرف. نعم شنو سيرفركم؟ ايو بي في اي بتحصله. احمد اوكي انا الحين انا عرفت انت وين بس جاي مكان غلط. انا ها سعود افا مو بي في اي خلاص الطايق يا ريت. خلنا نعرف شو اللعبة بعد ما نسوي أي سيرفر عادي بس الحين خلنا نعرف السالفة.
احمد طلعت انا عند منحدر على 58 لازم ارجع الف الجزيره من داخل وادخل الجزيره وهي عندك. انت داخل الجزيره صح؟ هي خليل انا اتصرت صراحه. ليش؟ انا ملقلق عندي بعد وايد. لا لا عادي عادي بتلقلق مالك. لازم بتلقلق. دافع 65 درهم. بلعبها غصب، مسوي واحد معضل بعد. وايد ملقلق يعني. قبيحة. انت مسوي واحدة قبيحة؟ ما علي انا ادور زوجة صالحة. في نمر في نص البحر. واه غمي واه شردته. شو النمر هذا؟ شربخني النمر. اشرد. برمائي. نعم. بر صحراوي. اي والله. ويلي يا احمد عشان اوصل لك هذه الشغله. هذه الشغله شغله مشغوله. الله العظيم اللعبه هذه ما ادري احس ما تصلح. شكله بيستوي ريفند عليها هاي اليوم. شكلي برد فلوسي. ليش في ريفند؟ ايه ستيم ما تعيبك اللعبه تدق ريفند. دق اي دونت لايك ذا جيم يردوا لك. والله عليك. والله سويت ريفند قبل. واحد يسوي وحده بجسمه وحده معضله يا ولد والله لا تضحك اوريك شكل يا ريال لازم صور زي خلا رشيناها ريفند قول والله احمد لا تستهبل اول شيء العب شويه ون اور جيم بلاي يا اخي لا عاد شبدي يا ريال وانا لحظه يوم انا وصلت قريب عندك الحين انت سويت لها ريفند والله ما تروح عنده ما تسوي شيء يا الله جربت عاد يا لس اضرب اسوي كوليكت فيري لاقي سويت لي دبل اسبريسو انا ما عليه بلعب شيء ثاني يعني توتم وخلاص جيج يا ريال ريفند باكر بيردوا لك فلوسك ترى برايا بس وين تسوي ريفند تصير ماركت فوق اوبشنز ستيم ماركت تروح هناك على الوالت مالك تسوي ريفند يا سعود مسكين سعود كريت كاركتر ما سوى احمد صار رد فلوسه والله شوف انا ناحيتي لما يعدلونا بلعبها ما راح اسوي لها ريفند كلها كم 4 دينار كويتي لا لازم تسوي شيء تعرف ليش الحين انت ككاستمر يوم ما تسوي ريفاند ما تسوي هالسوالف بس تشتري وتخلي انت تسوي سبورت حق اللي يسوي اللعبه لكن يوم الناس تبدا تسوي ريفاند يبدا يعدل في اللعبه والله صدق رسمي عنه خسر هي خسر يخسرون العالم ليش الانجليز احسن منا في السوالف انا تعلمت السوالف من الانجليز ليش يسوي ريفاند ما يستاهل فلوسي مش موضوع في فلوس ولا ما في فلوس صح. عرفت خلاص مو بوكي رد فلوسك ما يستاهل تعطي فلوسك وحجمها كبير اللعبة مشكلة 32 جيجا يخرب بيته يا ريال وتصوير سيء انت التصوير عندك معدلة ولا لا ها معدلة هذا اظني احسن شيء حاطة 190 1900 2560 على بيتنا في 50 بس انا بالكافيه حتى 1900 ها اعلى جرافكس ها اعلى جرافكس انا قاعد العب لا في 4K بس 4K خيال 4K لا ما عندي شاشه مالي مش 4K ما منه فايده تسوي 4K اذا شاشتك مش 4K حتى مو فيلم هو صح مو فيلم عشان حتى 4K انا الشاشه هاي احسن شاشه عندي مال اسس 144 في اس عرفت اخلي يرجعون الفيزا ولا في ال انا في العاده انا في العاده اخلي يردون في الستيم لان اذا عقد فلوس على اللعبه برد عقد على اللعبه يعني ما اسوي سالفه وايد انا بعد شكلي برد اللعبه خلاص برد عشان يصلحونها بس ولا انا ما راح لي رغبه يا ريال انا ارد الفلوس في الستيم اشتري فيها لعبه ثانيه طوف شي عرفت كم مره سويتها لعبه شي يعني انا نادر ارد لعبه بس اذا لعبه شي يعني كان عندي توقعات عالية وطقعت بجوي أدق أبوها ريفاند عرفت؟ اي والله توقعاتي كانت عالية حيل مثلك أنا يوم شفت يا جماعة البث هذا آخر منظر في اللعبة استمتعوا فيه بنتحر وبسوي ريفاند أنا شوفوا المعضل هذا
بينتحر. سيمبا دي ما مات، يخرب بيته معضل القو. لحظة لحظة، بذبحها اليوم، بذبحها بعدين بطلع اسوي ريفند. لحظة 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 لحظة، خليل خليل صاحبي دش دش سيفر ثاني، الجرافيكس عنده حده قوي وما تعلق. والله والله السيفرات تفرق. ما يموت هذا، مو وين ما نط، شو السالفة فيها؟ لاق يا ريال، خلنا نطلع. احمد تجرب سيرفر ثاني ولا خلاص ريفند سويت؟ بجرب. لا لا انا بس بنزل اكل. اي سيرفر سعود؟ ما ادري والله، قاعد يحارب قرش من شنو. زين خليه يحارب قرش، بس انت عارف السيرفر. اعطني سيرفرك عزيز. زين دش دش الديسكورد، دش الديسكورد عند الشباب. يقول بس خليه يذبح اللي عنده، لان لعن امه قاعد يحارب تنين. يحارب تنين يا حبيبي. نبغى نعرف السيرفر عشان ندخل الحين. قاعد يبكسه بوكسات. ايه من ساعة ضرب انا يدار بوكس، اطلع حصة لين مات. بعدين لحقني ثعبان تعرف؟ حنيش. والله واقول لك واركض 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 ويلدغني او يعض واشرد، ويلدغني واشرد واحط ريلي. والله ذبحت النين، اخرب بيته. زين خلي يعطينا سيرفرة. ايه هذا زين، عادش عطنا سيفرك يا حبيبي. جالس عندك يا رجال، ما يعرف وين دش هذا ربيعك. اوه وصل ضايع، شال تنين قاعد يمشي فيه. يا الله شال تنين، يا الله. زين ستشيني بقطعة يطلع منه، يسوي نعال، يسوي جوتي، يسوي جاكيت، يبيع في الدكان. والله والله شال التنين صدمني. ده عبي الايفن اور باجي. اطلع من الجيم ورد ادخل، بندخل سيرفر جديد الحين يا احمد خلاص. قول له بندخل وياك، يسوي فناتيك افواجه. دقيقه وين؟ لا اوفيكال احسن سيرفر هذه صح؟ اوفيشال نحن كنا داشين. ليش هو؟ اوفيشال سيرفر. يقول واحد فيهم بي اي، عاد شوفوا اي واحد. بي في اي ولا بي في بي؟ بي في اي. بي في اي نحن اللي كنا داشين بي في اي اي يو، فهو داش ان اي شكله. انت اي واحد ان يو اي اي قصدي اي يو ان اي ان اي هي. نحن كنا داشين اي يو كشره، خليه ادخل ان اي بي في اي اوكي؟ نورث امريكا. نورث امريكا انا اقول نورث. احسن احنا كنا في ايو كتره ترى، خلنا ندخل ان اي. بسوي سيلكت وورد. بس وين على الماب سواه هو؟ انت اي ماب اخترت فيه ان اي اثنين؟ ايه بي في اي. بس وين سوى سبون؟ كور جنوبا. وين سوى سبون؟ في 30 مكان. لا خلنا خلنا على اوروبي. اطلع 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 من سيفرك يا اخي. لا اوروبي زباله، تو نحن في ايو يا ريال زباله. لا والله هي نحن في ايو ندور. انت تشوف الستريم عندي كيف كان؟ لحظه انا فاتح بلاي باك، فاتح بلاي باك. زين تشوف لحظه هذا اللي انا كنت في ايو. تبى تدخل هناك؟ خد السيرفر احسن. سيرفري انا؟ عشان البنك اسمه ايو بي بي اي، اللي اسمه ذسيرن. ذسيرن كول. ذسيرن كول. اي ذسيرن انا قرأتها تي. خد الشهادة. بس اي سيرفر عرفت ايو بي بي اي. شوف شوف انا كيف في موب على السبون لو تشوف الستريم. سويت على ال 11 مجد. لحظه اي سيرفر الحين يا صديقي؟ اي حرف اي حرف
شكو اي سيرفر اول اول واجد لحظة انت انا اوفيشال يمكن في اربع سيرفرات ترى بس اوفيشال لا 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 اوفيشال اوفيشال سيرفرز اربعة بس عزيز ما نسمعك عزيز الو اي عزيز الحين اسمعك الو قاعد تسمعوني ايه اسمعك عزيز وين داش انت انا كتشر اللي عندي كان اختاروا رمز الحين ندش فيها بعض مو ادري عادي هذا 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 يا جماعه اي 11 اي 11 في 100 لاعب والسيرفر يتحمل 150 انا اوفيشال داشين انا اوفيشال اوفيشال في اربعه بس سيرفرات اي اي دش عليه راح احط لك دش على السيريان سيريان سكول هذا اللي انا كنت فيه ترى هذا اللي انا كنت فيه بس حلو دش دش ما تشيل دش كم اي 11 اي 11 جربوا يا شباب جربوا جربوا ليش بس تسوي سبون اي 11 لا نحن اوريدي مو سبون مو سبون يا خليل انت مو فاهمني لما تدش على الاي يو بي في اي ذا سيريال كولز اوفيشال احط لك رموز حق المابات هي نحن في اي ال 11 على اليمين اوريدي لان ترى يرد دخلنا تمواتيك مكاننا عرفت ما يخلينا نسوي سبون عندك لا دش الحين حاول تروح تختار اي 11 شوف وين راح شوف احنا فوق عند تنينك استغفر الله يابا بسوي اي شخصيه المشكله زين بقصه بذبحه شلون عارف حياتك خليه باربيكيو شلون لازم سكين لازم تسوي تول اول لازم اول شيء تول تجمع خشب تجمع ما ادري شو تجمع تسوي اشياء يعني تصنع تسوي هاتشت تسوي فاس تسوي خليل ها حبيبي خليل ها تدري سميت شخصيتي شنو قبل شوي حطت واحدة من زيون عرفت قبل اسوي عرفت شو سميت هذا هو نفسه منو سمبل 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 صديقنا لا سمبل لا لا لا, لا, لا. سميته السر المطيري وين يا سمبل المطيري شوك ايوه هاي خلاص ما حد يعرفها راحت اختفت ترى وعليكم السلام ورحمة الله سارة مسميها سارة بس لا خلش شوف خلش شوف بنسمي اسم حلو والله بسوي اي شخصية زعلت انا لحظة شلون نجمع طابوق خشب شلون دقيه على السامان خليها عملاقه ايه يعني اجي عند الشجره طق عليها حرف ايه مش شجره عند شغلات صغيره اول شيء لازم تجمع شغلات صغيره ارى طابوق وكذي ايه بس لعب انا ما عجبتني وايد وتجمعهم وتدق اي وتسوي تول ارى وفي في حصه صغار بتحصلهم على الار تي تدق عليهم اي زين انا الحين اخذت الطابوق شنو ناقص عشان اصنع سك دق اي زين روح فوق على سكيلز بتشوف انك لازم تسوي بيسكس ذا بيسكس مكتوب وفي تولز اوف ذا تريد صح اول ما في اي شيء شنو اوكي انت تمام ما اعطاك انت لفلت لا ما لفلت وين ليفل هي ليفل 1 يصير انفنتوري وحط لك اي سكيل بوينت اي شيء على الاتش بي على الستامينا على الهيلث على هايل حط لك نقطة بعدين روح على السكيلز فوق بيفتح لك سكيلز شو تسوي مثلا الحين انا فتحت كونستراكشن اني ابني وحطيت مال ماي مثلا حطيت هالسوالف فهمت علي ولا والله مو فاهم ضايع هوي شليت زقة مع الارض لا شوف انت الحين دق اي يطلع لك صفحة الشخصية مالك صح زين في عندك في النص
في ثمان مربعات في مكتوب هيلث ستامينا فود صح؟ ايوه. عندك نقطة تزيدها؟ لا هيقول ما في وحدة ضاوي شي ضاوي نفس ليت عليها؟ انزين سير فوق تشوف توبس ثاني وحده مكتوب سكيل صح؟ اي دق عليها كليك طقتها تشوف على اليسار يعطيك سكيلات تفتحها هني سيرفايفلزم اسمها اثنين كبار اول شيء فوق اي هاي تفتحهم اي الرم فتحتهم من تفتحهم ترجع الانفنتوري تقدر تسويهم بتشوفهم تحت على اليسار في الكرافتنج من تسير عليه بالماوس بس تأشر عليه بدون كليك بدون شيء يخبرك على اليمين شو تبغى عشانك تسوي عرفت؟ جماعة خليت شخصيتي معاقة يا أخي اليوم جوك ما عجبني اليوم جوك ما عجبني والله يا وراك شيء يا ولد أكبر دول أصغار ايه اطفال كنا نركض ركض بس نشعر براحة كيف ابا يمع شير يا اخي ابا يمع خشب سوفت وود ايوه هاي الاغصان الصغيرة حصلتهم شوف الشير ضعاف صغار تدق عليهم اي مشكلة الماوس اوفر ماله تعبان يقول لك ايش ما دار بي الزمن ابقى لهلي ميال هذا يبي ما ادري شنو 14 الحين انا بسوي مثلا بيك اكس انت دشيت اللعبة صح؟ هي انا اونلاين اوريدي لحظة لحظة شوف 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 تري شوف شوف الديسكورد شوف شات لول ادخل دق كليك شوفني انا شو قاعد يمنع انا يا سمع حصة الحين يا سمع السوالف عرف الحين بتشوفني يا سمع حصة نفس الهبل شي طالع تحت مشكلة التارجت ماله مش واضح وايد قاعد اشوفه شوف هاي الحصة يمعهن زين الشير من وين يمعهن براويك الحين الشير يمعهن خلنا احصل لي غصان صغير ادق اي تراني كلها شوف تدور لك شيرة ضعيفة شوف ايوه هاي الحين بتشوفني بدق على شيرة ضعيفون يصير عندها دق اي يجمع وود عرفت بس لازم تدور عليها شوي تارجتنج مالها ما ادري كيف اللعبه عرفت تشوف شفت الاول ما اشوف شو قاعد اسوي كيف يجمع خشب وبين الحشيش الطوال تشوف الحشيش الطوال يجمع لك اللي هو شو تسميه نسيت اللي يبغاه شيء ثاني ويتجمع منه اكل بعد شويه ترى جبت العيد انا لول شكلك سويت وحده ما تتشاهد واحد لقمة رسمه ترى مجدي شوف الحين استوى اقدر اسوي شو هذا بيك اكس مثلا يجمع حصى وبن شي عرفت ستون بيك مثلا اقدر اسوي سبير اقدر اسوي هالسوالف اقدر اسوي تورش عقب تورش يباله فلنت مثلا بسوي بيك اكس اوكي عزيز وينك عزيز انا قطع نص البحر شمس عندك شمس انا عندي بالليل زين احط البيك اوكس تحت لا قلت شات يا جماعة قاعد اشوف لي نمر بالبحر اما نمر ليش بيها تعديلات Thank you.
انا قاعد اموت يا رجل. اختامة الناس النايمين، اختامة الناس النايمين هذولي. انا مت. اضرب لي واحد. You have died. منور بوجودكم. اخ اني انا انجتلت. زين وين يسوون رسبون الحين؟ انت وين؟ شو انا وامي شخصية الغبية هذا. الحين انتوا في اخر الموب ترى. والله من شكلي بعيد حيل. اسم منطقتي غريستون. ايوه لحظه، انتوا وين سويتوا رسبون؟ ارو ما سوي رسبون عندكم 11 اي 11 11 صح؟ ارو ما سوي عندكم وين مبين؟ خريطه شلون طلعت انت اساسا؟ ها 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 هني اللعب يلعب دور يا حبيبي. سكيلز الحنان يوم تموت. زين اشوف وين هالحين. لازم نحصل كورتز. تطلعون الموب يكتب لكم الكورتز. تذكرون واو ايام ليفل 70 كيف كورتز تروح على كورتز كويست؟ نفس الشيء. يا الله ليل وعقني في نص البحر وما اشوف قدامي. يا الله بسترك اشوف نار هني يعني في حد. اوف 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 اوف, أوف. جزيره قامت تسوي سبون قدامي. اوب 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 شو السالفه؟ والله ايش ما دار بي الزمن ابقى الهلي ميال ومن اين اجيب القلب يتحمل الترحال؟ الشخصيه ما تتعب ولا شنو؟ قمت انطي شعر بالعراقي. شفت كيف؟ من الهم اللي ضربني في اللعبة. ما لومك والله. شنو اكس بي اب هذا؟ اكس بي سهم فوق. وانا امشي بالحرب. زين. الحين لازم يجمع من اول وجديد. خلنا نجمع. والله ما استانست والله سويت لي بيك اكس والله ما استانست فيه. مت. في اثنين ترقص الشخصية. اثنين ترقص. ايه في اثنين ترقص بس شو الفايدة ترقص على قطتك يعني؟ اي والله. زين ابي شو اسمه. والله ما ادري وين اروح. اسبح. انت لحظة دق ام دق ام دق ام. طلع الموب. ما يبي شيء بالخريطة. ادري ادري شو الكورج مالك بتشوف لونج تحت ولات. خلنا نجرب. تحت فوق السكيل بار فوق. في ارقام مكتوب جي بي اس. شوف شوف الستريم بتشوف انا مطلع الماب يا طالع في تحت ارقام بالاصفر مكتوبه. مشكله في اشياء ما ادري شلون اجيبها. بس بخبرك انا بس يبغى نحصل بعض لان عرفت سعود قلت عزيز قبل شيء بس قلت ما يصير مثل ما تقول يلعب تليبورت بورتات ترى هي اللعبة شوية تقلت ترى أصلا. هلو بيبول وات اي دو ناو. هلو بيبول سارة مجدي. ايوه هذه صيتي. عرفت اسمك. شو اسمه في اللعبة يبين؟ ماينتك هي. في غيري اصلا؟ ماينتك؟ مستحيل. لحظة. وين الاحداثية اللي تقول عنها انت؟ هذا سعود ويب ويب صح؟ اود
خشب يبيك خشب. شلون طلعت صناعات؟ ها؟ شلون طلعت لستة الصناعات؟ فلاي. ها؟ شلون عزيز احط صناعات؟ ها؟ اي اي مشكلة خشب ما ادري وين ادري. يصير اسوي جروب يا جماعة. ده شخصيتي مو قرع انا. انا شخصيتي مقرعة يعني ينطرون انت اكبر. شكله هي انا بعد شخصيتي سويت له شعر بس اشوفه قرعة. هذا شخصيتي بماي. انا مش قادر احس الخشب. شو زين الحين يوم تطلع الموب زين
في ارقام صفر تحت الموب صح، وفوق الاف 1 اف 2 اف 3 اف 4 مكتوب current region. زين كم الارقام اللي طالع عندكم؟ وين ما اشوفها ولا ارقام دق ام يطلع لك خريطة سعود. ايه جي بي اس لونج 4136. لا لا رقمين هم رقمين، رقم فاصلة رقم ترى. ايه 41 فاصلة 35. والثاني جي بي اس الثاني ال اي تي 14. ويل انا بعيد عنكم. انا جي 13. نحن وايد بعاد عن بعض، وايد وايد بعاد عن بعض. ما في نظام اعطي انفايت شيء. اظني بيكون نفس ارك، لازم تروح قريب فورتنايت يا ريال. خل عنك فورتنايت. يا الشغلان هاي لحظة، أنا لا عندي لا وود ولا هذا، وين أي وود وستون الحين؟ أح 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 أح. أوه في خنزير هني زعلان. ليش بروحك خنزير بعد زعلان؟ كنا يا ريت نحن بعاد عن بعض، وايد بعاد يا شباب. والله لحد الحين في شوف اخطاء وايد. شلون تريز يعني راس بال يوم بتموت بسوي ريسبون، بعدين بيطلع لك تشينج هوم لوكيشن شيء، هناك يطلع لك الموب عرفت. بس الموب ما في كوردز، يعني الموب يعطيك لوكيشن ونحن في الريجن هذا لنا لوكيشن، شكل الموب مش عود. رغم التحذيرات طلعت كل عبد ببجي ما فيها شيء، بس يحبون يتسل. ترى هي الفلسفة الزايدة على فورتنايت اللي شهرتها بس، ولا هي ببجي رسوم متحركة. الموضوع تعرف الموب شكله مش ضخم يا شباب، الموب اللي عقبه الضخم، عشان تشي ترى هي مبدأ اللعبة قراصنة على فكرة. ما في حصار ومشلة من الأرض. الحين ما فهم شلون الجي بي اس شلون اوصل لك اساسا، اروح يمين ولا يسار؟ شوف هذا كورج. انت بحياتك لعبت واو ليفل 70؟ لعبت 70 بس على اخر 70. تعيد كنا يوم نصير حق كوست كوردينيشن يكون رقمين خطوط طول وعرض؟ لا ما شوف الحين الرقم اللي انت تقراه خطوط الطول والعرض يبين نقطتك على الخريطة. حلو. انا عشان انتقل من احمد من 51 ل 55 سبحة لها اول ما لها اخر، فما بالك انت 14 وانا 36. ايه فوايد بعاد عن بعض، فشكله يبالنا نسوي سفينة ولو قارب لو اي شيء. الحين انا ذبحت نفسي شلون برا بتشوف في اوبشن على اليمين ريسبون تو تشينج هوم لوكيشن شيء مكتوب شفته؟ ايه هذا تسويه له غير تسوي ال 11 ال 11 كان اللي على اليسار شيء 11 ايه اي 11 سيرفرنا سيرفرنا سوي اي 11 اي 11 لحظه لازم زين حتى تجمعنا هالموضوع. انا الحين مو عارف اجمع اغراض، اضرب الشيء ولا اضغط عليه ايه ولا شنو. اشكرك يا تودي فاير. عزيز شلون جمعت اغراض؟ شلون جمعت الاغراض؟ اح 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 في حمامه قاعد تضربنا. انا مسمم اجل انا مسمم شلون ليفل 241 ما اعرف انا مت منها هاي. انا شو تعبان اسمه ياك ما ادري والله قاعد يمكن تعبان ما انتبهت قاعد اركض قاعد اجمع مثل ما تقول خشب
ايه ترى في ثعابين، في خربطان، في كل شيء لازم تحاسب. انا تيمت اول مرة والله ما عرفت شو اسوي صراحة. اظني بيكون بعدين نسوي لنا اللي هو مال مضاد السموم، وهذا حاولت اكل عسب اخر مفعوله، لكن بعد ما كان من ذاك الزود فايده. مايكك يقطع الجزء في اللعبه. ها شو اقدر اسوي؟ اقدر اسوي قبعه داخل تفاح. مش قادر احصل لا خشب ولا ستون. هذا بالفور التبن. انا الحين مو طبيعي يا ولد عالج هيت. كل شيء غلط يوم تلدق حيه. طيب اذا ما في شيء اسمه لكن روح لك الاغراض اللي جمعتها طبيعي. تبى تموت وغراضك راح تم. راح السم راح السم. يمكن انا لاني كنت لو اتش بي يمكن. الحين ابي اعالج ليفل اب. ليفل كرافت شي تسوي كرافت اللي هو ادوات. انا مش قادر احصل لا خشب لا هذا لا دنيا. اباكي عندي تفاح توني لاقطه كرد. دق اي وسحبه تحت ولا دق اي وسير عليه ودق اي ولا دبل لفت كليك شيء كان. لا دق دبل لفت كليك ينزل لك يا تحت. زين ايه دبل كليك ينزل تحت. هذا هو دبل كليك يا اخي. يا ابي باكر حتى لو عش باي شيء. ما عندك مشكله الحين بتاكل الحصايه عليها. شلون بعرف ان اتش بي صار زين ولا لا؟ تحت على اليمين اول واحد صوره. مش قادر احصل لا حصائل من ساعه كان كل شيء عندي. في بي سيرفر امورك طيب روح انتم يا ريت دفع. انا ما ادري قاعد اكل ولا قاعد ايش اسوي والله متاكد. تم داكلك نزله تحت تم داكلك. قاعد استعمله بس ما ادري قاعد اكل ولا قاعد اكل عشب. ما ادري ايش كان. ترى المشكله هني في شيء ثاني، في اربع فيتامينات لازم تاكلها ما ادري شو فائدتهم. يا عمي اي والله حصلت اوريجانو ريحان. احنا بالصدق ما ناكل فيتامينات كلها. في اللعبه بتاكل عشان تقدر تتحرك. بيعلمونك كيف تاكل خضره يا ريا. مش قادر اسوي تول يا ريا. لو اسوي تول الحين ببني قصر. طلعت اللعبة. حديد. شوف حديد اهم شيء حديد وخشب. وشوف لك خام. عاد خام شو الدبر مدري والشو. والله قاعد القط كل شيء. حديد خشب حديد. بعدك بدري على الحديد يا ريا. وانت بحديد الحين انت بك اكس ولا سوي بلاكس؟ شو تسوي؟ لازم حديد. لحظة خش بشوف الكرافتنج. وين الكرافتنج؟ بعرف انا دق اي بتحصله تحت الكرافتنج تحت الشنطة. ايه. والسكيلز اللي تفتح فيه كرافتنج فوق. احح دعمني واحد. شنو هذا؟ لحظة انا شو يعني هذا؟ مرة بيوتيفول. مش وقت الحين ذي بييني. شو اللعبة ثعابين ذيابة دنيا و... الله يغرب الله. على كوبرا. والله كوبرا ذبحني. كوبرا شكلة تنين مو كوبرا. كوبرا تذبح فيلة يا ريال. وقفت عليك انت. ألفا جاينت سنيك. أصلا بيكون في شيء غلط إذا كوبرا ما ذبحك. لحظة دقيقة. هذا حصل مكان فيه أغراض واجد.
شلون عزيزي النصاب؟ لقيت جنطة طايحة. شكله واحد طلع من اللعبة زعل وطاحت من الجنطة. لا طلعت اللعبة مرة. زين شو اسوي احنا برسبون؟ برسبون هوم ولا لا حصة مرة ما شل منه شيء. انا 11 سويت ما ادري. خل شوف راح علي الاغراض ولا لا. ولك راح علي كل شيء. لا ده يبيلها ساعتين شوي. زين هذا شنو عزيز؟ زين الحين بستخدم الاكس شلون؟ سلاح شلون بستخدم؟ حطي تحت اضغط عليك كليك يسار مرتين. لا كليك يسار مرتين تركيمين. زين مكان كله حصى صغار بس ما شل ولا حصى. ليش حطه تحت لي تحت القائمة بس. والله ما ادري ايش قاعد اسوي. انا بس ابغى حصى يا اخي. ابغى اسوي لي اكس. ابغى اسوي لي شيء بس. والله ضحكني عزيز. ذبح احلى تنين. طب رجاني مره ثانيه ابن الكلب. شكل الكوبرا ما بيفكك. قسم بالله سويت رسبون رحت جزيرة طلع لي كوبرا بعد. نحش زعلان عليه الكوبرا. خروف قبل فاز نريم. انا شفت خروف شكله اسد. ايوه ها شنو بني مكان الكرافتينج. لا والله يبيلها تعديل يا جماعة. جد يبيلها تعديل. بس اضرب حصاب كوس. شوف باقي لي ثلاثة. اوف وايد نقص دمي. انا بسوي تول يا اخي. اي شيء ابني شيء يا اخي. شنو هذا يقولك حط كود من تحط اغراضك هنا عشان لا تروح عليك. تحطها مثل بوكس خليل. وين تحط رقم سري وتحط اغراضك عشان لا احد يسرقها يا ريال. اذا مت عادي يعني عرفت امورك طيبه. زين اين والله مضبوط عين. مش قادر احصل حصة. ركت والله قاعد اخذ كل شيء. انا عش كل شيء قاعد اخذ. انا بس ابغى حصة. ما المكان كله حصة ما يطيع ايش الحصة. انا ترى حاط اللعبة ميوت. بحط برد صوت اللعبة بس خفيف. انا حاط صوته والله خفيف اخف شيء لانك مزعجة كانت. هذه مش ارك هاي. اوكي اخت ارك هاي نفس الشركة اللي سوت ارك سوت هاي. هاي اختها بالرضاعة. ايوه ارك الديناصورات ولا اي واحدة ارك.
اركيد ديناصورات هي نفس الشركة ترى اللي مسوين هاي. اه حصان حصان يا جماعة والله حصان كبير. تعال تعال. يقول عندك وايد فيتامين سي. ايش اسوي لك عندي وايد فيتامين سي؟ مو بزين يعني؟ زين اركب الحصان ولا اذبحه. اوف اوف أزيز. اوف يعني أزيز. اذا وايد تاكل فيتامين سي يكفوت بويزنينج بعد. الحصان صار يطير يا جماعة من قلش والله جد الحصان عملاق. والحل الحين اقول قام يطير الحصان تقول لي ايش الحل؟ انا اشوف شو الحل عندي الحين. انا عندي مشاكل اشوف الشاشة خضراء ما اعرف الحل. ها شوف ذبحت الحصان ذبحته. شلت الحصان وين ودي يا عزيز؟ لول قاعد ارقص والشاشة خضرة وانا جاي نتسمم شكلي بموت يا ريان. زين الحصان هذا شو اسوي فيه؟ ذبحته وخذيته وياي. لول ما منه فايدة لازم سكين ما ترمى القطعة. شكلي بموت يا ريال من الاكل لاني اكلت وايد. في ماي شلون اصنع له ماي يا عمي؟ بحر وحياتك. شو الحصان هذا ليفل 200 شلون اشرب ماي؟ يا ويلي شو الحصان هذا شلون بدربل؟ سفينكا شو سفينكا بعد؟ ما اعرفه. شلون اشرب له؟ يا شباب قاعد اموت من الاكل. انا اكلت من الاكل زايد. شو اشرب من البحر؟ انا مزعل انك رياض هالكثر. اشرب يا عمي اي شيء روح البحر اشرب. تعال تعال اشرب بطيخ انا مت. كل هالعضلات اللي مسوينها واخر شيء اموت من فراوله. يا جماعة والله كنت أخاف من الكوبرا. كنت أشوف أحط رجلي ذبحني مرتين من الكلب. ليش ما أقدر أذبح مرة مرة ذبحني؟ أني متت. قطعته شوف 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 قطعته. ما يموت. بفئيسه مرة يا غبي. خيبة ودوني 42 ماينس يا رياض بعد أبعد. 42 ماينس دقيقة. إيه. أشوف وضعي أنا شنو. هي لان المفروض هني نسوي سفن عندك كله. عندك قريب. عندك قريب انا. ماينس 42 انت؟ لا مو ماي ايه ماينس 41 جنبك انا. هلا بالجار هذا. بعدين ال 80 40. لحظة انا 40 40 40 ايه. انا عندك. واحدة 41 ثاني واحدة 40. خلنا نشوف كيف اقدر احصلك. يعني انت بتكون في ثلج عندك في برد كل جزر اللعبه. هي انا مت هنا من ساعه. تعال 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 عند اتوقع انت هنا قدامي. عندي بقر عندي اشياء واجد والله. ابي سكين. لحظه خلنا نشوف وينك. اذا لقيتك معناه اوكي معناه بكمل لعب. كنت ناوي خلاص كنت 41 انت ايه 41 بوينت كم؟ 41 بوينت 80 وايد قريب وايد قريب. عندي عندي انت 41 عندي خيول. اذا شفت الخيول انا عندي و40 فاصلة كم؟ خيول على البحر. انت قاعد تسبح
لا لا ما قاعد اسبح انا انك من فوق جاي من البحر ولا جاي من لا جاي من الجزيرة الحين فوق هنا انا الحين 40.80 41.80 بالضبط والرقم الثاني كم دب والرقم نحش من الدب يا عم اذبحني والرقم الثاني كم 40 فاصلة كم الحقني دقيقة دب لا يلعب كسر وجهي واحد واربعين فاصلة ثلاثة ثمانين عندي مثل مكان حق اوكي الرقم الثاني كم الرقم الثاني دقيقة 40 فاصلة كم الرقم الثاني 40 بيصير 41 40.98 اوكي عرفت وينك خليك انا فوق عند مكان كرافتنج وين فوق عند مكان كرافتنج 40 فاصلة كم قلت لي مثل جبل 40 فاصلة لحظة 40.98 اللي على اليمين اللي على اليسار 41.84 لحظة الحين اللي على اليسار كم 41.84 اوكي موجود عليه والثاني 40 فاصلة كم 98 اوكي عرفت وينك يا فوق مثل الجبل هي انك الحين بس لازم اخذ لفة شوي عرفت زين مو هذا الكلام الحين انت شلون صنعت سيف مدري شنو بيدي لاقي يا المشنص قاعد يتحارب يا تنين يخرب بيته لا وتري تمساح تمساح ذيله اطول من الحيه والله ما اعرف اذا اقدر اروض حيوانات الحين ياسين احنا في مرحله الاستكشاف عزيز رسمي ميت انت اوكي 40 فاصلة 41 فاصلة 93 40 لحظة انا ضيعت شوي 94 والثاني كم قلت لي 40.80 صح دقيقة شوف اي شار جي بي اس اللونج 41 فاصلة 94 فاصلة 84 مو 94 واللي على اليمين 40.99 ما توي وين عندك سعود؟ ها؟ ايه كنت جاي صح بس شو استوى؟ يا اللعبة والله ما اعرف اللعبة تو ولا فرش يعني انا في نفس منطقتك انت ماينس الرقمين ماينس صح؟ ايه لحظة خل اتأكد ايه الرقمين ماينس ايوه حصلتك هلا والله هذا تلا يا مجسم هلا بوي اسميك انت شو مسوي حلمك صعب زين لا تعال خلنا نجرب شيء وينك ما تشوفك وقف ادق اي ريكروت شلون استقبل تم دق اي اظني ما يطلع شيء زين لحظه خليك واقف اظني نفس ارك لازم تم واقف خليك وصل لك؟ طيب بس شلون استقبل مو حاطين لي شيء تم دوغ اي ما يطلع لك اكسبت؟ لا ما في كم اكسبت شكل ها؟ زين تم دوغ اي علي يطلع شيء اهلين وسهلين كم من روض ديناصور يا رجل انا خشب مش قادر احصل زين تم دق اي علي انت سوي لي انفايت لا
لحظة أنا حطيت الايم على واحد بشيل شلون؟ هذا يتعامل مع حريمتي. كراها عزيز طلع. ها نشهد ذيك بواجد احسن ارك يعني ايش رايك انت خليل؟ لا عن غصت عن سي اوف ثيفز ولك احسن بألف مره. هاي غير ترى مبداها غير 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 شلون بضيفك اصلا ما عرفت تم داق اي على شكلي يعني علي انا سوي تارجت علي وتم داق اي يطلع لك اوبشن. ها وصل لك شيء لحظة requested for to join ليش بس ليش ما اقدر اسوي accept ايوة merge company and accept حطيت شغلة اوكي حطيت شغلة ثانية انا اوكي accept على طول ما ادري شنو اوكي سويت accept الحين تشوف اخضر الحين اظن بنشوف بعض من بعيد شوي اظني تشوفني وانا الحين من هنا اسمي صح هي بين اسمك من بعيد طيب احطك لفوق اشو صندوق هنا شو السالفه هذا اقول لك عنه التحقيق غراضك اتوقع عليه باسورد هي صندوق نفس راس اي مستودع على طول سوى باسورد الوسخ ما خلانا نسرقه خلانا نسرق الله يهداك يمكن انت تحط اغراضك بعد تقدر تحط اغراضك انك تسوي صندوق مالك باسورد عليه خزنه مالتك عرفت الحين ماشي اغراض يا ريال لا والله لعبه كئيبه كئيبه جدا بس اللعبه خلاص كوت 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 اول واخر مره لين عقب سنه يستوي لها ابديت لا جدا جدا ما تصلح سي اف ثيفز احسن بألف مره هذا شنو يخرب بيته ضيعت عليها ساعتين يمكن مرض والله لعبه مرض براي التصوير يعني ما يشجعك انك تكمل هذا ما عليه باسورد تشوف شو فيه صندوق ما في شيء كتره فاهم قصدي حتى التصوير ما يشجعك انك تلعبه ايه ما ادري كيف بس خلاص براي الى اللقاء ايها المتابعون